المنبت الطيب زاد اليوم فسيلة طيبة جديدة تحمل الإيمان شعارا وهدفا وتزيد إيماننا صلابة. مباركة إيمان الحسين يا سيدي، جعلها الله قرة عين لكم ولوالديها. أبارك لصاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبدالله بقدوم حفيدكم الأولى اليوم، الأميرة إيمان بنت الحسين. ونبارك لصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله والأميرة رجوة الحسين والعائلة الهاشمية جميعا. ألف مبروك وإن شاء الله تتربى بعزهم. شرارة الصوت الذي لن يتكرر وشرارة الموهبة الأردنية التي نفخر بها، فنانة أردنية موهوبة حصلت أغانيها على ملايين المشاهدات، فازت في لقب أحلى صوت في برنامج The Voice سنة 2015، واللي ميزها ارتدائها للحجاب في هذا الوسط الفني. لديها مواهب أخرى مثل التقليد والكتابة والتلحين. رحبوا معي بالنجمة المتألقة بشرارة موهبتها نداء شرارة. فخر جينا من سوسن وريحان، ولذ الكرام علينا نحنا لها عنوان. للعز للفخر جينا من سوسن وريحان، ولذ الكرام علينا نحنا لها عنوان. من إن شاء الله تكونوا بخير. أول شيء مبسوطة أني معاكم اليوم. بداية بدي أبارك لصاحبي الجلالة وسمو ولي العهد بقدوم أميرتنا الغالية إيمان وين الزقفة. وبدي أشكر إدارة مهرجان جرش على هذا التنظيم الرائع، وبدي أحكي إنه إحنا يعني عم بنقيم المهرجان يعني ونزرع الفرح لأنه إحنا محتاجينه في ظل هاي الظروف اللي إحنا قلوبنا مع أهلنا بفلسطين وحبايبنا. وتحية من هون لكل أهلنا بفلسطين الصامتين. وخدت شام وكل وسامة طيرني عقلي بين النشام.
سمعت. غنوا معي ومعك. بصير وانا لسه بنويك وبين قبلك في فرق كبير. بطير وانا لسه في مكاني، حياتي تلون التاني. يا وناسي وناسي في الدنيا، يا داخل الخير ومعاك دي الدنيا ريقه وضحكاني، ويا رزقك كلنا في الحب سوا.
وعلى دلعنا وراحوا شمالوا
عشان تعون تليفوناتكم كلهم 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 غنوا معي هالغنية طفونا الستيج هذا الإضاءة شوي أعطوني أضويتكم غنوا معي بس طبعا أستاذ محمود النور في يوم ولينا
يتحقق أمنيتك. خلينا على البدوية. الله يكرم. وغني على البداوية بدو حلالي ويا مال. اسمع يا حلالي ويا مال يا حلالي ويا مال. ولي غني على البداوية بدو حلالي ويا مال يا حلالي ويا مال يا حلالي ويا مال. Oh,
تمشي النشامة والهوى للحر سمها أغلى من تبر الكرامة كتبتها ولحنتها لسمو الأميرة إيمان اللي شرفت اليوم ونورت دنيتنا. زين؟ يعني راح أغش من تكبر بعزك ودلالك يسلم البيت سيدنا يا بهجة وسكنت بقلب ومهجة عين مليكتنا مبروك رجوة الحسين مبروك علينا أميرتنا ألف مبروك لأميرتنا. شو بدنا نغني؟ شو بدنا نقول بهاي المناسبة؟ بدنا نقول عيدة حلوة وهاشمي هاشمي